السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. غادي نشرحه بالضبط كيفاش يمكن لك تقوم بعملية تفعيل البريد الإلكتروني الأكاديمي الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط. هذا الفيديو اللي سبق شرحت بالضبط كيفاش يمكن لك تقوم بعملية تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بجامعة سيدي محمد بن عبد الله التابعة بفاس والكليات التابعة لها وليزيكول سبيريور اللي تابعين ليها. أيضا شرحت كيفاش يمكن لك تقوم بتفعيل البريد الإلكتروني الأكاديمي للمدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس و اس تي فاس. إذا في هذا الفيديو غادي نشرح معكم بالضبط كيفاش يمكن لك تفعل البريد الإلكتروني الأكاديمي الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط. إذا غادي نتوجه لهذا السيت. هذا هنا في هذا السيت الإيميل ولا تليفون ولا سكايب، غادي نجيو وغادي ندخلو هنا هاد المعطيات ديالنا. غادي نجيو ونديرو السمية ديالنا الكنية وفي الوسط ديالهم واحد تيري كبيرة، ومن بعد أروباس غادي دير هذا اللي هو كيتسالى بهذا. بالنسبة للجامعات محمد الخامس كتسالي بهذا m5.ma.ac. اذا غادي نكوبيوها، نديرو كوبي وغادي نمليو لهنا وغادي نديرو كولي وغادي نسكيو على سويفي. اذا غادي نقلعو هاد الاخر ونسكيو على سويفي. اذا انا كنت غلطت هنا، ف غادي دير اروباس دوت ام او ام 5 دوت اس دوت ام، ونسكيو على سويفي ونشوفو واش غادي يزيد معنا الخطوه التاليه ولا لا. هنا في هذه الخطوه التاليه اللي هي مود باس، هنا غادي نديرو كما تلاحظوا الفوق جامعه محمد الخامس بالرباط. ضروري السميه ديالك في الاول تيري بلويت، تيري بلويت ماشي بالسيس، كاين تيري صغيرة ها هي وكاين تيري كبيرة. انت غادي دير تيري كبيرة ودير الكنية ديالك ودير اروباس او ام 5 دوت اسي دوت ايما. بالنسبة لجامعة محمد الخامس، بالنسبة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله راني شرحت داكشي كيفاش، ولكل اللي تابع ليها واللي فاكل الايميل ديالهم كيسالي باروباس دوت اسي دوت ايما دوت اسيمبا دوت اسي دوت ام ا. هنا في المود باس جامعة محمد الخامس بالرباط غادي نديرو الكود ديال المسار ديالنا، راه كيختلف مدينة لمدينة. مثلا هنا جي كبيرة ماجيسكيل وهاد الأرقام، وغادي نديرو المود باس هنا ونسكيو على سو كونيكت. نستناو شوية، راهم كيشي مرة كيوقع لهم مشكل في السيرفرات، ما كيخدمش السيت بواحد السرعه، وبزاف ديال الطلبه كيواجهوا هذا المشكل. اذا هنا كنديروا مثلا انريجستري بليز دي انفورماسيون اورغانيزاسيون بليز دي انفورماسيون. صافي كنسكيو على سويفي، نستناو شويه. اذا هنا كيقول لك خاصك تضيف واحد النيميرو ديال التليفون، ولا ممكن تضيف واحد ادغيس الكترونيك. ممكن هنا تسكي على كونفيغوري مانتونو، نسكي على هاد كونفيغوري مانتونو وغادي نعطيوها واحد الايميل ديالنا. في حالة ما اذا وقع لنا شي مشكل ممكن نقومو بعملية استعادة ديال هاد البريد الالكتروني اكاديمي غير انطلاقا من هاد بهاد النمره ديال التليفون اللي درنا ولا هاد الايميل ديالنا. مثلا غادي نختارو ما انفوي ان كوري الكترونيك. هنا غادي نوليو للسيت، غادي نوليو نمشيو للجيمال gmail.com، غادي نسجلو الدخول، غادي نسيبوهم يصيفطو لنا واحد ايميل في البود ايميل ديالنا العاديه نورمال. وتما غادي نديرو، هذه هي خطوات سيكوريتي، خطوه اضافيه من افضل انك دير النيميرو ديال التليفون ديالك حسن. هنا غادي نختار انا الحساب ديالي ديال الايميل وغادي ندخلو ونرجع لعندكم من بعد.
اذا انا دخلت على الايميل ديالي غادي نسيبوهم سردوا لنا واحد، سردوا لنا واحد الايميل، واحد الكود كونفيرماسيون. هذا الكود هذا كناخذوه بحال هكا، كندير له كوبي على حسب انت منين داخل، واش داخل من التليفون ولا من البيسي. من بعد غادي نديرو الكول هنا ونديرو فيريفي. كنستناو شويه صافي، كنديرو التيرميني. من الافضل انك تضيف النيميرو ديال التليفون ديالك والايميل، ضيفهم بجوج. نسكو على التيرميني. طبعا الطرق التفعيل البريد الالكتروني فهي كتختلف من حساب من كليه ولا من فاكولتي ولا من جامعه لوحده اخرى، ماشي بحال بحال. ريستي كونيكتي سولا فو بيرمي دو نمبر فوا بلا بلا بلا. وي هنا كيقول لك واش باغي تبقى مسجل الدخول للحساب ديالك، كنديروا له وي. نستنى وراه بزاف ديال المشاكل كيوقع في هذا البريد الالكتروني الاكاديميك. كيفاش تمشي للمنصه ديال الدروس عن بعد اللي سميتها مودل، بزاف 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 ديال الامور. نستنى ودخلنا على الاوفيس صافي. دابا الطلبه راه تم تفعيل البريد الالكتروني ديالكم بنجاح. اذا هذا اوفيس 365 بحال اللي كان في البكالوريا اثناء عمليه داك الايميل اللي كان عاطينا شحال هادي، داك التعليم اروبات دوت اس تعليم دوت ام ولا ما كنتش داخل عليه شنو كان سميتو. المهم هذا هو الايميل ديالنا كما كتلاحظوا صافي. من هنا عطينا مثلا ما عرفتش اش كعطيني هنا شي توشيات. بالنسبه اللي بغيت تبدل المود باس، ممكن المود باس خطوه غير ضروريه انك تبدل المود باس، ولكن في حاله ما اذا بغيت تبدل المود باس غادي تسكي على السميه ديالك اللي في الجنب امكا، مثلا السميه ديالي في الفوق، غادي تسكيها في شي لوكونت وغادي تهبط شويه لتحت وغادي تشانجي المود باس ديالي. نستناو شويه. عندهم السيرفرات تقال بزاف بالنسبة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله وهاد جامعة محمد الخامس، عندهم السيرفرات تقال. إذا غادي نزيدو نهبطو شوية لتحت. هنايا ها هو مود باس، غادي تسكي على شونجي لو مود باس اللي بغيت تبدلو صافي، وغادي تبدل المود باس ديالك. كان هذا كل شيء بالنسبة لهاد الحلقة. إذا هنا غادي تدخل في الخيار الأول ونسيان مود باس، يعني المود باس ديالك القديم اللي هو كود ماستر الخاص بك. مود باس جديد غادي تدخلو الفوق في الوسط وتدور تعاودو لتحت ودير اونفوي صافي. هذه هي خطوة غير ضرورية ما عليها اللي كنت باغي ديرها. نتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم. تفعيل البريد الالكتروني اكاديمي، وغادي نشوفو معكم شي فيديوهات اخرين ان شاء الله في الحلقات الجاية. فقط واحد التنبيه بالنسبة لتحميل الدروس، تحميل الدروس كانوا دايرو في جامعة سيدي جامعة محمد الخامس واحد الإعلان بلي مدة تحميل الدروس كانت ليميتي، كانت محصورة في واحد المدة وجيزة. بالنسبة غادي نترك لكم هذا الرابط، هذا ممكن تحملوا به الدروس ديالكم ديال سوميستر مثلا ديال 2020 2021. ولكن هذا راه ديال اكدال. المهم ما عرفتش انا كاين ديال سلا كاين ديال اكدال، كاين اللي تابع لسلا كاين اللي تابع لاكدال. المهم ديال اكدال رام هو هذا، ديال سلا ما فيه والو. المهم غادي نسكيو على اتومون 2020 2021 ونشوفو واش كاين تما شي محاضرات ولا لا. المهم نتوما غادي تشوفوا شنو عندكم، واش ليسونس ولا ليسونس بروفيسيونيل ولا ماستر. مثلا غادي نديرو ليسونس الإجازة. المهم هذه هي الطريقة الإخوة، أن إذا كان عندكم شي استفسار ولا شي معلومات إضافية ديرو منا في التعليقات اللي سهل عليكم. حيت أنا دابا غي كنصايب واحد الإيميل أكاديمي لواحد البنت، هداك الشي علاش دخلت معاكم في هاد التفاصيل. بالنسبة لهاد البنت هادي شنو دايرة، استنى نشوف. المهم هاد البنت اللي دايره التاريخ والحضاره، هاد الطالبه ما عرفتش. المهم غادي نديرو فيليغ دا اكسيونس دي سيونس، نديرو التالت. المهم هنا غادي تقلب انت شنو 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 فيليغ اللي داير. مثلا دابا عندنا الاس ان. المهم غادي تقلب دروا هيستوار، هيستوار بوليتيك دو ماروك.
ايكونومي. لا ما طلعش هنا. المهم هذه هي الطريقة الإخوان، نتمنى في الفيديو هذا وحيث ما طلعناش هنايا الاخر في الليغ ديال الاخر. ما عرفتش هي فاش كتقرا، واش دايره سلا ولا كدال. المهم لونجلي كومباتيبل جينيريك ماتيماتيك ميكرو. لا ما طلعش هنا الجيو، شي حاجه ديال الجيوغرافيك التاريخ والحضاره.